هو انت خلاص مالكش كبير، طايح مش لاقي حد يلمك؟ ليه مصر على ان انا لازم اكرهك واعديك؟ تكرهني وتعديني تاني؟ هو احنا اللي هنعيد ونزيده دلوقتي يا دكتور حاتم؟ انت ما قدامكش غير حل من الاتنين، يا اما تروح تطلق الست اللي انت اتجوزتها دي، يا اما تكتب لنا كل ممتلكاتك باسامينا، وساعتها بقى روح اعمل اللي انت عايزه، محدش هيضايقك خالص. تورثني بالحياه؟ فاكر فاكر مش هيحصل يا ياسر، ومش هناولك اللي في بالك ابدا، وانا هكمل في اللي بداته وللنهايه. متزعلش مني. ما تزعلش مني انت لما اعمل اللي انا ناوي اعمله. ناوي تعمل ايه؟ هتضربني بالموبايل تاني؟ ولا هتأجر ناس يخطفوني؟ ولا هتقوم بقى تضربني بالعكاز؟ يا ريتني ضربتك من زمان، يا ريت، على الأقل كنت هتطلع مؤدب ومحترم. فين حاجتي اللي سرقتها يا حرامي؟ حرامي؟ كان انا هزعل منك بقى، ما تقولش حرامي عليا بعد كده، اوكي؟ حاجتك اهي انا مجهزها لك، وخدت منها اللي انا عايزه خلاص. انا مش طلبت منك اني ما اشوفش وشك في البيت ولا المستشفى تاني؟ ايه اللي جابك؟ انا اللي جابني عشان المخروبه دي ما تتقفلش، اللي ضيعت فيها سنين عمري. انا لو ما جيتش يا دكتور المستشفى دي هتتقفل. تلم حاجتك وتمشي من هنا فورا، والحقير الصايع اللي انت كريته عشان يكتب مها وصل الامانه، انا هعرف ازاي اجيبه، وهعرف ازاي اخليه يعترف عليك. هو مين الحقير الصايع ده؟ فودة. ايه يا دكتور؟ لحقت تنسى كده بسرعه؟ فودة دي؟ انا معرفش حد بالاسم ده. لا لا لا، روح شوف بقى المدام بتاعتك دي مظبطه معاه ولا ماشيه معاه، ولا عامله الفيلم ده كله عليك عشان تطلع باي مصلحه. قذر خسيس وواطي. قول اللي انت عايزه يا دكتور. تلم حاجتك وتمشي من هنا فورا، والا قسما عظما هخلي الامن يرميك رميه الكلاب في الشارع، وتخرج من هنا متجرس. يا خسيس يا واطي. حقير، خسيس، خسيس، خسيس.